بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر للتنس الأرضي تحييكم. هنشتغل النهارده في اكتشاف نادال في لعبة التنس أو في لعبة المضرب. الكابتن نادال طبعا أنتوا عارفينه أسباني الجنسية، وطبعا هو دخل لعبة التنس عن طريق عمه، وإنه كان في البداية كان لعيب كرة قدم ممتاز جدا في صغره، وكان يلعب تنس أرضي وكان يلعب كرة قدم. ولكن في الحقيقة والده لما شاف الموضوع ده كده قال له لا، خليك في حاجة موحدة بحيث ان انت تقدر تستمر فيها. وهنشوف الكلام ده مع بعض دلوقتي. ان هو اكتشف نادال، اللي اكتشف نادال عمه اللي هو توني نادال. اكتشف نادال عمه لاعب التنس السابق، كان عمه ده بيلعب تنس ويمارس التنس قبل، طبعا قبل نادال بفترة. فطبعا عرف، عرفه على هذه الرياضة في عمر 3 سنين. كان نادال عنده 3 سنين في الفتره ديت، فعمه عرفه على هذه اللعبه وادى بقى على تدريبه، يعني بدا يستمر ان هو يدرب ابن اخوه. وقد استمر توني في تدريب رافائيل نادال حتى ماسكه حتى الان، يشرف على تدريبه نادال عمه توني نادال. عند بلوغ نادال سن الثمانيه او الثماني سنوات، فاز نادال ببطوله اقليميه لتنس الاطفال ما دون 12 سنه. يعني هو كان بيلعب في ميني تنس وهو صغير، ففاز في بطولة في المنطقة عندهم في أسبانيا، في المنطقة اللي بنسميها احنا زي عندنا الحي، اللي هي المنطقة الإقليمية للأطفال أقل من 12 سنة. ففاز في هذه البطولة في الوقت ده ذاته، لا كان يميل إلى لعبة كرة القدم. كان نادال يميل إلى لعبة، في السن الثمانية ده كان يميل إلى لعبة كرة القدم، وكان مميز في لعبة القدم، يعني كان بلغتنا اللي احنا بنقولها حاليا كان حريف في لغة في لعبة القدم. مما جعل توني نادال يكتشف تدريب يكتشفه ويكثف التدريب على ابن أخوه، بالرغم من إن نادال يستخدم يده اليسرى في اللعب، ألا إنه يستخدم يده اليمنى في الأنشطة الأخرى. خلى نادال ابن يمسك المضرب بإيده اليسرى، بالرغم من ان نادال كان بيكتب باليمين وما زال يكتب باليمين ويشتغل باليمين، بس خلى نادال في الفتره دي يبقى مميز دونا عن الاولاد ان هو يلعب التنس باليد اليسرى. وفعلا كان نادال مميز وما زال حتى الان يلعب باليد الاسرى باليد اليسرى، لعب مميز، وانتم بتشوفوه في الملاعب يبقى شكله جميل وشكله خطير. يبقى اذا كانت فكره يد اليسرى ديت من عمه لتمييزه يده، لتمييزه عن بقيه زملائه. قال انه يستخدم يده اليمنى في الانشطه الاخرى مثل الاكل والشرب والكتابه وهكذا. في ذلك الوقت شجعه عمه ان يلعب باليسرى، قال له ما تغيرش ايدك اليسرى، العب بيها على طول، لانه طبعا عمه كان ليه نظره وكان بيطلع لعبه الفور والباك باليد اليسرى جميله، فقال له التزم بيها ويبقى فيها باور حتى تكون له ميزه خاصه. ولاحظ عليه ضرباته الاماميه باليدين معا، وهذا في الباك هاند، يعني تلاحظ الايدين مع بعض، وهذا يرجع لانه ايه ما, 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 ما حتى الان ما زال يمارس اللعبه الباك هاند بالتو هاندس. شكرا والى اللقاء في فيديو آخر.